وزير الزراعه بشكر محافظ الجيزه اللي كان ليه فعلا صبر في اصراره على اقامه هذا المعرض وبقوه، وكان نفسه فعلا المعرض ده يتعمل منذ فتره طويله، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى اذن ان احنا نعمل هذا المعرض، احنا عاملين المعرض لاول مره في اكثر من 70 شقه في جميع المواد الاساسيه والاستراتيجيه للمواطن المصري اللي بيحتاجها في يومه. كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه وللمواطن المصري للدرجة الأولى. كلنا حريصين جيدا على إقامة معارض، وسوف يتم إنشاء أكثر من 15 معرض داخل محافظة الجيزة بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وجميع السلع متوفرة ومفيش غلاء في الأسعار زي ما الناس بتقول. إن إحنا أول ما نفتح المعرض ابتدينا نزود الأسعار، أنا بقول للناس الأسعار دي هتستمر معاكم لنهاية رمضان، وبتمنى إن شاء الله الوقت الكبير في محافظة الجيزة إن تجد المواطنين في هذه الفرصة، وبقول لكم كل سنة طيبين وتعبناكم معانا، وبشكر السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الوكالة على موافقتهم على إقامة المعرض. وبشكر كل السادة حضور المحترمين، والسلام عليكم ورحمة الله. يا فندم لو سمحت رجع استأذنك لو سمحت سيسي، ممكن خطوة ورا بعد إذنك لو سمحت يا بيه، لو سمحت خطوة ورا بس. لازم أقول الشكر للشركات الوطنية اللي هي واقفة معانا، شركة القبضة واللي هو أحمد حسنين معالي وزير التموين، كان حريص كل حرصه وتابعته لإقامة هذا المعرض وتوفير جميع السلع.